هلا، مرحبا لبيب. ايه في الاستوديو؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الاستوديو معقم يا لبيب وكل شيء نظيف، وانا عن نفسي معقم نفسي من راسي لرجلي. يا اخي لا ت... لا 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 تصير كذا يا لبيب، معقم كل شيء. انا اقول لك حتى الله يعزك نعالي خليتها برا يوم دخلت. اهم شيء انت بتجي الحين؟ تمام، اهم شيء وجودك انت. يلا يا مرحبا وسهلا. هلا، مثل ما سمعتوا اصدقائي، السيد لبيب بحاله دائمه من الهلع بسبب فيروس كورونا، علما ان لبيب ما يطلع من البيت ابدا غير يوم الخميس الساعه 4 علشان يكون معاكم على الهواء. مثل ما شفتوه خلال الاسبوع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كان يرسل لكم الفيديوهات من بيته. على كل، بعد شوي يوصل لبيب ونتكلم معاه عن الموضوع وعن موضوع الحلقه اللي للحين ما كتبناه على السبوره مثل ما تشوفون، طبعا بانتظار انام اللبيب المميزه لكتابته. وانتم بعد اصدقائي، اتمنى ان اسبوعكم كان منتج وما حسيتوا بالملل خلاله. وايضا اصدقائي، حبيت اني كيف ادخل من هنا؟ باب معقم غير معقم. نعم يا جسر. كان تسوي يا جسر، وعقم كل المكان، كل اقطاع طريق التي امر بها يا جسر. هذا الموضوع غير مهم، لا استطيع ان اتحمل. انا ما قلت لك اني معقم المكان يا جسر، قلت لي بأن المكان معقم، ولكنني يا جسر أنا خائف ولا أخشى من خوفي. هذا مش خوف، هذا اسمه هلع. أنت هلع وسواس. هلع يا جسر. هلع يا لبيب. أنا مصاب بالهلع يا جسر. نعم أنت مصاب يا جسر. هذه حالة طبيعية وهذه حالة استثنائية تحصل على هذا الكوكب. سأنهار سأنهار، ولكن علي أن أنظفك ولا أنهار. بأنني بحالة من الهلع دائمة، وبأنني خائف، وأنت لا تأخذ هذا الأمر على محمل من الجدية. أنا ما أخذه على محمل الجد. يعني أنت تقول أن أنا مش مبالي بالموضوع صح؟ توقف يا جاسر، أرجوك يا جاسر. لبيب في مرحلة، نعم، من المبالاة. إذا تعديتها توصل للهلع. يعني أنت حاليا في الهلع. أنا تعديت حالة، نعم، المبالاة بشكل كبير جدا يا جاسر. ماذا تقصد بقولك هذا يا جاسر؟ أنا أعتبر بأنك غير مبالي الآن. أنا مش لبيب، أنا مبالي يا لبيب، أنا مبالي. قلت ولكن... معقم المكان هذا كامل ومنظفة والأمور طيبة، أنت داخل كأنك داخل في حرب. وكيف لي أنا أتأكد من أن هذا المكان معقم بطريقة جيدة؟ سأعقم الدرج وسأعقم كل شيء. طيب، حتى النباتات سأعقم، هذه لبيب الطاولة وهذه لبيب النباتات. على كل، على كل، كنا نقول أن موضوع الحلقة حتى الآن لم يحدد. حلو، وحدد. نعم، وأيضا قلت لأصدقائي أن احنا بانتظارك هناك أيضا هنا، وبانتظار أناملك المميزة اللي بتكتب لنا فيها الموضوع. صحيح يا جاسر؟ نعم يا لبيب. يعني لم تبدأ بأي شيء ولم تكتب الموضوع؟ شلون تبيني أبدأ وأنت مش موجود؟ يا جاسر، هذا جميل جدا وشعور جميل جدا. يعني يا جاسر لا أستطيع كيف أعبر عن نفسي، ولكن ألا تبالغ قليلا يا جاسر؟ لا ما بالغ. ليش أبالغ؟ ما أقول إلا الصدق يا لبيب. الصدق يا جاسر؟ يعني البرنامج اسمه لبيب على الهواء. برنامج على اسمك يعني انت كل شيء يا جاسر. بكل تواضع، بس اهم شيء تكتب الموضوع. بكل تواضع يا جاسر، يعني ال- 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 البرنامج على اسمي، ولكن نحن نقدمه مع بعض. ولكن يا جاسر، اذا كان الامر هكذا فلنبدا من جديد. اهلا وسهلا بكم اصدقائي في هذه الحلقه الجديده المعقمه من برنامج لبيب على الهواء. كما قال صديقي جاسر، ماذا قلت يا جاسر؟ قلت ان الاسبوع كان حافل بالاحداث الجيده والغير جيده كالعاده، ونحن ما زلنا في الحجر المنزلي الذي وضع لمصلحتنا ومصلحه الجميع. والمدارس مقفله مثل ما تعرفون. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح يا جاسر. وايضا باذن الله نحن كلنا راح نرجع لمدارسنا، والامور ان شاء الله بتكون طيبه، وبتقابلون مدرسينكم واصدقائكم، وبنرجع لحياتنا الطبيعيه. جميل جدا يا جاسر، ولكن يا جاسر اتعرف بان لهذه الفيروس او لهذه الحاله التي نحن نمر بها على في هذه الدوله وفي كل دول العالم ايجابيات كثيره، خاصه على الطبيعه وخاصه لنا نحن كاشخاص. يعني يا جاسر، يجب ان نتخذ من هذا الوضع ومن هذه الحاله التي نعيشها لكي ننظر أو نعيد النظر بأولوياتنا وبأولويات الآخرين وكيفية تصرفاتنا فيما بعد، بعد أن تنتهي هذه الأزمة إن شاء الله قريبا. ولكن يا جاسر، المميز جدا وهناك خبر جميل جدا قرأته منذ أيام، أعتقد يوم صح. أنا قلت لك يوم الثلاثاء، أنا قلت لك فيروس كورونا له
أخبار جيدة وأخبار سيئة. صحيح، ولكن يا جاسر من استفاد من هذه الفيروس هي الطبيعة. الطبيعة تعود ويعني تنقي نفسها. يعني يا جاسر نسبة التلوث قلت كثيرا، تضاعف يعني أصبحت أقل بكثير من قبل الفيروس، خاصة والحيوانات يا جاسر أيضا، الحيوانات أصبحت حرة بشكل أكبر. يعني هناك بعض الحيوانات مثلا السلاحف البحرية، تعرف يا جاسر في إحدى الدول كانت السلاحف البحرية تخاف أصدقائي من الصعود إلى الشاطئ لوضع بيضها، وذلك لأن الناس كانوا يكونون دائما على الشاطئ، فكانت السلاحف البحرية تخاف من الصعود على هذا الشاطئ. ولكن في هذه الأيام استطاعت هذه السلاحف أن تصعد على الشاطئ دون أن يعيق وجودها أي بشري، واستطاعت أن تضع بيوضها والتي تبلغ نحو 6 ملايين بيضة. يعني يا جاسر 6 ملايين سلاحف صغير، ما شاء الله. أليس هذا خبر جيد جدا يا جاسر؟ جداً جداً ولكن جداً. يا جاسر الموضوع السيء تبقى أن الموضوع السيء الأكبر هو أن هذه الفيروس تهدد حياتنا وحياة كل من حولنا. صحيح. لذلك ماذا علينا أن نفعل يا جاسر؟ علينا طبعا أصدقائنا اتباع أخذ الأمر بجدية، أولاً بجدية تامة، ولديكم أصدقائي دور كبير في محاربة هذا الفيروس، وهو اتباع قواعد السلامة الأساسية، وهي النظافة الشخصية والنظافة العامة وعدم الاستخفاف بقواعد الصحة العامة التي تنشرها دائماً منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة. مثل ما يعني لبيب، أنا مبالي بالموضوع، أنا قاعد أنصح أصدقائي. يعني علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل من الجدية. لبيب، في جدية وفي شيء أكبر من الجدية، صح ولا لا؟ جاسر، بالعودة إلى موضوع هذه الحلقة، أصدقائي، موضوع هذه الحلقة هو كيف تتواصلون مع أصدقائكم. سلام. إذن موضوع هذه الحلقة هو كيف تتواصلون مع الأصدقاء في ظل وجود هذا الفيروس. جاسر، أنت كيف تتواصل مع الأصدقاء؟ طبعاً على الهاتف يا لبيب، مثل ما كنت متواصل معك قبل شوي. طبعاً يا جاسر، وأنا أعرف هذا، وكنا نتواصل أيضاً قبل التحضير لحلقة برنامج لبيب على الهواء عبر الهاتف وعبر الفيديو كول. صحيح. أليس كذلك يا جاسر؟ وأيضاً حالياً أنا قاعد أشوف أصدقائي طبعاً اللي معي في الجامعة عبر التواصل عن بعد. شو اسمه؟ تعلم عن بعد. تعلم عن بعد. صحيح. أوه جاسر، تواصل مع معلميني وأصدقائي اللي معي في المحاضرات، شيء جدا جدا جميل. وأهم شيء يا لبيب التواصل. يعني احنا انتم مثل ما تعرفون أصدقائنا، احنا كلنا كل واحد في بيته وحجر، نفسية شوي تعبانة، فلو تتصل على صديقك بس مكالمة بسيطة يمكن تغير يومك كامل. وطبعا يا جاسر لابد من التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطبعا طبعا طبعا وأهم شيء يا أصدقائي لا تخافوا، سوف تعودون من جديد وتتلاقوا مع أصدقائكم وتلعبون. صحيح. في الملاعب وتعملون وتفعلون كل ما تريدون أن تفعلوه، ولكن في هذه الفترة البعد الاجتماعي مهم جدا. صحيح. لكي نتواصل من جديد طبعا. وأصدقائنا احنا بانتظار اتصالاتكم على الرقم 5481 ورقم الواتساب هو 5001 2 2 2 5001 2 2 2. على فكرة جاسر، وصلنا الكثير من الفيديوهات على رقم الواتساب خلال الأسبوع الماضي، وسوف نعرض هذه الفيديوهات خلال هذه الحلقة، فترقبوها بإذن الله إن شاء الله. لذا تابعوا. أما هاشتاج البرنامج أصدقائنا فكان فهي هاشتاج، لا تقول الحين، أصبر، أنا بس أبي أقول أن الهاشتاج كان جدا جدا، أصدقائنا كانوا جدا فعالين على هذا الهاشتاج في هذا الأسبوع، فمثل ما شفتوا صديقنا لبيب أطلع عليكم بفيديو يقدم فيه أعمال يدوية يمكنكم تنفيذها في المنزل لتمضية وقتكم، وهو سيطل كما قال كل يوم 2 العصر، صح ولا لا؟ يا جاسر هذا أقل واجب أستطيع القيام به. طبعا يا جاسر سأطل كل يوم 2 من بعد الظهر على هاشتاج قناة الهاشتاج برنامج أندرسكور لبيب أندرسكور على أندرسكور الهواء طبعاً. وكذلك على صفحة الإنستغرام الخاصة بقناة الريان، وهي على @الريان TV، يمكنكم متابعة فيديو جديد ولعبة جديدة وعمل يدوي جديد نستطيع أن نمضي به وقتا جميلا في المنزل. يا سلام. طيب يا لبيب، شو رأيك نذكر
أصدقائنا بالسؤال اللي طرحناه؟ صحيح يا جاسر، طرحنا سؤال لهذا الأسبوع، وهذا السؤال هو هذا هو السؤال أصدقائنا. هل تستطيع أن تصنع لعبة مثل لبيب؟ هل تستطيع أن تصنع لعبة مثل لبيب؟ طبعا أصدقائنا جاوبوا نعم ولا. صحيح يا جاسر، وكانت الإجابة لحظة يا جاسر سجلتها هنا هي 66% نعم و 34% لا. ولكن يا جاسر الفيديوهات التي وصلتنا على رقم الواتساب تدل على أن الأصدقاء يستطيعون القيام بألعاب جديدة، وقد قاموا بابتكار ألعاب جميلة جدا، ليست كما التي ابتكرتها على فكرة، ألعاب جديدة سنشاهدها خلال هذه الحلقة في آخر الحلقة وكذلك في الحلقة القادمة. تابعوا بإرسال هذه الفيديوهات. يا سلام. طيب إيش رأيك نروح للاتصالات ونشوف أصدقائنا إيش أخبارهم؟ حسنا يا جاسر، من معنا؟ من معنا؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم، من معنا؟ ألو، جاسم. يا مرحبا جاسم، كيف حالك؟ تمام. جاسم كم عمرك يا جاسم؟ ها؟ كم عمرك؟ 13. 13 سنة. العمر كله أي صف؟ سادس. صف الثاني أو الثالث؟ السادس عفوا. يا مرحبا ومسهلا فيك يا جاسم. جاسم بغيت أسألك، شلون تتواصل مع أصدقائك أو أقربائك اللي مو عندك في البيت حاليا؟ عبر الهاتف. عبر الهاتف، يا سلام. تواصل على هذا الشيء يوميا ولا لا؟ يعني كل خميس كل جمعة. يا سلام. متى آخر مرة كلمت أصدقائك؟ اليوم خميس قبل شوي. يا سلام، يعطيك العافية يا جاسم. لبيب عندك شيء تبي تسأل جاسم؟ جاسم فيه؟ نعم. كيف الحال يا جاسم؟ تمام. جاسم هل تحب الأعمال اليدوية؟ هل تحب الأعمال اليدوية؟ نعم. تحب الأعمال اليدوية، وهل تقوم بهذه الأعمال خلال هذه الفترة؟ نعم. وماذا عن الدراسة عن بعد؟ عبر الهاتف. عبر الهاتف تتابع دراستك مع المعلمين؟ نعم. جميل جدا. والآن يا جاسم انطلق إلى الكتاب الأصفر واختر صفحة من هذا الكتاب. يلا يا جاسم، عطنا رقم من 1 إلى 15 وشوف لك التوفيق إن شاء الله. 4. رقم 4. الرقم 4. بسم الله. اكتشف الكلمة. اكتشف الكلمة، تعرف اكتشف الكلمة ولا لا يا جاسم؟ نعم. أكيد. يلا خلنا نشوف اكتشف الكلمة. يلا، هذه الكلمة قدامك مكونة من 7 حروف وحرف العين مبين. ألف. ألف، حرف الألف. أتوقع حرف الألف متكرر. لام. لام، يا سلام. يلا باقي لك 3 حروف. سين. حرف السين، أكيد وضحت الكلمة كذا يا جاسم. يلا آخر حرفين. تاء. ما اسمع. تاء. فاء. أنا سمعتها هاء أو تاء مربوطة، صح ولا لا؟ إيه. يلا واللي قبلها؟ أي حرف اللي قبل حرف التاء المربوطة؟ سهل يا جاسم. هو شعور أنت تحس فيه. دال. خلنا نشوف حرف الدال. حرف الدال وإجابة صحيحة، والكلمة هي كلمة السعادة. نقول لك ألف ألف مبروك ونتمنى لك دوم السعادة يا جاسم. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، من معنا؟ عبد الحميد. عبد الحميد، يا مرحبا عبد الحميد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عبد الحميد كم عمرك؟ 8. 8 سنين. العمر كله أي صف؟ الثاني. الصف الثاني؟ إيه. الله يوفقك يا عبد الحميد. ها، تتابع الدراسة عن بعد ولا لا؟ إيه. أكيد. شلون الدراسة معك؟ حلوة. أمورك طيبة؟ إيه. يلا فالك النجاح إن شاء الله يا عبد الحميد. عبد الحميد، إيش رأيك في الألعاب اللي سويها لنا لبيب في البرنامج؟ حلوة. هل تستطيع إنك تسوي نفسها ولا لا؟ لا.
أوه. ولكن أنا هنا لكي أساعدك يا عبد الحميد. سهلة يا عبد الحميد، ما يبي لها شيء، بس تابع لبيب شلون الطريقة اللي يسويها وبتعرف إن شاء الله. إن شاء الله. تريد أن تتابع معنا اليوم؟ تبي تتابع اللعبة اللي بيسويها لنا اليوم لبيب؟ جميل جدا. إذا تابع معي. كأني خربت المفاجأة يا لبيب ولا؟ ها؟ خربت المفاجأة صح؟ لا لا يا جاسر، لم تخرب أي شيء. أوكي. أي شيء. طيب. كيف الحال يا عبد الحميد؟ بخير والحمد لله. بخير. أنت تتابع فقرة لبيب على الإنستغرام؟ نعم. خلال الأسبوع؟ نعم. يعني شاهدت اللعبة التي قمت بتصنيعها، لعبة الدودة؟ نعم. وهل قمت بتصنيعها؟ نعم. يعني يمكن أن تصور هذا الأمر يا عبد الحميد وترسل لنا هذا الفيديو؟ إن شاء الله. إن شاء الله. واليوم يا عبد الحميد سنقوم بصناعة لعبة أخرى قد عرضتها في ستوري مثل هذا. سلام. هل أنت جاهز؟ نعم. ستساعدني اليوم يعني يا عبد الحميد؟ نعم. جميل جدا. والآن يا عبد الحميد قبل أن تساعدني ساعد نفسك بإيجاد صفحة على الكتاب الأصفر. هيا. ستة. الرقم ستة. يلا قول بسم الله يا عبد الحميد. بسم الله. واحد اثنان ثلاثة. هاي. سؤال. سؤال. جاهز يا عبد الحميد؟ سؤال أنا اللي بعطيك إياه. طيب إن شاء الله. يلا نقول بسم الله. يلا السؤال يقول هنالك فقط حيوان واحد لا يمكنه أن يقفز، أي حيوان؟ الحيوان الوحيد اللي ما يقدر يقفز. يلا يا عبد الحميد حاول أنك تخمن، عادي عندك أكثر من محاولة. وحيد القرن. وحيد القرن ممكن أن يقفز أتوقع. إيه ممكن أن يقفز وحيد القرن. غيره؟ الكلب. لا الكلب أكيد يقفز. غيره؟ حيوان كبير حسب حجمه، وش ممكن يكون؟ الفيل. الفيل إجابة صحيحة، ونقول لك ألف ألف مبروك يا عبد الحميد وتستاهل الجائزة. طيب أما الآن أصدقائنا دعونا نشوف نصيحة اليوم، ولكن هذه النصيحة بتكون بصوت وصورة من صديقنا المميز أو صديق البرنامج المميز. يلا خلونا نشوف النصيحة من بعد. الفيروس الكورونا هذا إلا تبقون بيتكم إلا شهرين يروح الفيروس. سكروا الحدائق، سكروا كل شيء، سكروا حتى جينجرزون وحتى سبايا. أيوة. الآن سكروهن لأن في فيروس كورونا. أقولكم وين العلاج؟ العلاج بأمريكا، والعلاج الثاني خلون ببيتكم. والناس كلهم مرضان الفيروس كورونا، ما تروحون ولا مكان، ظلون ببيتكم وبس. ترى العلاج بأمريكا والله. أيوة. العلاج والله بأمريكا. زين حمودي من وين طلع الفيروس؟ الفيروس أول شيء كان بالصين. أيوة. بعدين انتشر بكل المدينة. لا تطلع ولا تروح على الحدائق ولا مدينة العاب ولا أي مكان، ظلوا ببيتكم وبس. يعطيك ألف عافية حمودي، ما قصرت على النصيحة، جزاك الله خير. بيض الله وجه أحمدي على هذه النصيحة الجميلة. جميل جدا يا جاسر. أعجبتني الكلمة اللي قالها. ماذا؟ العلاج في أمريكا. في أمريكا. يعني العلاج الثاني يعني بعيد. إيه. والعلاج الثاني في البيت. إنكم تبقون في بيوتكم. صراحة الكلمة جميلة جدا. جميلة علينا جداً أن نبدأ نحن بأنفسنا. صحيح يا أحمدي. نشكره. أما الآن نفسي. أصدقائي وقبل الذهاب إلى فاصل حبيت أو أبي أقول لكم جهزوا الأغراض التالية اللي بيروينا إياها لبيب إن شاء الله. مملكتي. أوكي يلا تفضل أنت. أنا يا جاسر كما ترى الآن أضع المخطط للعمل اليدوي الذي سنقوم به بعد قليل، يعني بعد الفاصل. لهذا أنتم في حاجة إلى مقص، وانتبهوا جيدا.
قطعة من القماش، خيط صوف، تلصيق، قطعة كرتون مثل هذا، أو أوراق ملونة، ومجموعة من الأقلام، وقلم تلوين، وأيضا صمغ. حضروا هذه الأدوات، جهزوها وتابعونا بعد الفاصل. إذا أصدقائنا نروح فاصل ونرجع بإذن الله ونكمل معكم. كيف سأبدأ؟ كيف سأبدأ؟ كيف سأبدأ؟ جاسر، يلا جهزنا يلا. كل الأغراض، وأنتم أصدقائي هل جهزتم كل الأغراض؟ ماذا؟ ها جاهزين. حسنا، نحن في حاجة كما قلنا إلى أوراق ملونة، سلام، ومقص، وأعواد خشبية مثل هذا، عود خشبي، أو أقلام. أقلام لا نستخدمها. كذلك نحن في حاجة إلى خيط صوف وتلصيق وقلم رصاص، ويمكنكم استخدام هذه الكرتونة أيضا. طبعا الأغراض التي مجهزة يا لبيب بسيطة جدا، ممكن جسر موجودة في كل صح. منزل، يعني أنا أتيت ببعض الأوراق الملونة، أنا دائما لدي هذه الأوراق الملونة في المنزل. وطبعا أصدقائي أنا لا أستخدم فقط الأوراق الجديدة، ولكن لدي هنا قصاصات الورق سلام. كما ترون في اللعبة أي شيء كما ترون هنا هذه اللي استخدمتها في اللعبة اللي راحت صح؟ استخدمتها يا جاسر، ولكنني سأعيد استخدامها وسأتابع استخدامها ولا أرميها مباشرة، فيمكن أن أعيد استخدامها وسأريكم بعد قليل. هلا وطبعا يا جاسر حتى هذا انظر، هذا مخطط ولا؟ مخطط لخزانة التلفاز الجديدة. وبتستخدم الورقة هذه؟ طبعا يا جاسر سلام. سأستخدم نفس الورقة أيضا. طيب أصدقائي هذه الورقة سميكة بعض الشيء، أسمك من هذه الورقة، هذا وهذا، يعني هذه كرتونة أو يمكنكم استخدام هذه، ولكن سأدع هذه لبعد لعمل آخر. نأخذ المقص ونبدأ بالقص، يعني ما يقارب 15 سنتيمتر، فنتابع. طبعا هنا نحتاج مساعدة كبير. مساعدة كبير يكون معنا باستخدام المقص. على هذا الشكل. سلام. أنا لا أريدها كما هي، أريد أن أقص بعضها من هنا، وسأستخدم هذه بعد قليل، هذه للجسم وهذه للرأس، ثم أبدأ بلف الورقة على هذا الشكل أو الكرتونة على هذا الشكل. رأيت؟ سلام. وبالتلصيق لا أستطيع أن أعمل كما يجب مع هذه القفازات، ولكن لمصلحتك يا لبيب. طبعا يا جاسر، وبهذه الطريقة. طبعا في البيت أنتم لستم في حاجة أصدقائي لأن تضعوا هذا القفاز، ولكن أنا غير موجود في المنزل الآن، أنا موجود في الاستوديو، سأضع هذا القفاز، نلصقها على هذا الشكل. هو مثل ما قال موجود في الاستوديو، في الأستوديو مستحيل تغير الكلمة لتصبح على هذا الشكل. أنا حضرتها في البيت يا جاسر، وأيضا الرأس بنفس الطريقة على هذا الشكل. وبعد ذلك نبدأ بصنع الثقوب لكي نمرر الخيط. خيط. فهنا أصدقائي كما ترون بقلم الرصاص نبدأ بالخرم الأول أو بالثقب الأول، الثاني هنا، كي نمرر الخيط، ثلاثة للأرجل، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أصبح لدينا ثقوب للأرجل وثقبين للخيط الذي نحرك به.
وللرأس نحن في حاجة فقط إلى ثقبين، واحد لا ينطبع من فوق وفي الأسفل واحد آخر. إذن الرأس ثقب من هنا، أي كاميرا هنا، ثقب من هنا وثقب في الأسفل للرأس، وللجسم ثقبين من فوق وأربعة للأرجل، واحد اثنان ثلاثة أربعة. وبعد ذلك نبدأ بالخيط، أو لا سأرسم الحذاء، نحن في حاجة إلى الحذاء. كيف نصنع الحذاء مثل هذا؟ ترسمه أول شيء بعدين تقصه؟ صحيح يا جاسر، سنبدأ برسم الحذاء، ولكن علينا أخذ ورقة بهذا الشكل، ثنيها أصبح لدينا واحد اثنان، ثم نثنيها مرة أخرى أربعة، أصبح لدينا أربعة. يعني إذا قصيتها مرة واحدة بيكون عندك أربعة. نعم، ونحن ولكننا في حاجة يا جاسر إلى ثمانية أحذية. صحيح، هنا. طيب إيش رأيك على ما تقص أنت الورقة نأخذ اتصال؟ طبعا. ألو، يلا من معنا؟ ألو ألو، السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. يا مرحبا يا مرحبا أحمد، كيف حالك؟ الحمد لله. أحمد كم عمرك يا أحمد؟ عشر سنين. العمر كله أي صف؟ خامس. الصف الخامس، الله يوفقك إن شاء الله يا أحمد. شو رأيك في العمل اللي قاعد يسويه لبيب؟ أهلا بك يا أحمد. أهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. هل تتابع هذا العمل؟ نعم. حسنا يا أحمد، انظر الآن، رسمت الحذاء بهذا الشكل، والآن سأقص هذا الحذاء. أحمد، أنت تتابع الأعمال اليدوية دائما؟ نعم. وهل تقوم بتصنيعها؟ لا. لا، حسنا يا أحمد، جرب أن تقوم بتصنيع هذه اللعبة مثلا، فإنها جميلة جدا ومسلية، وتساعدك أيضا على تمضية الوقت، أليس كذلك؟ وإذا تبي أيضا يا أحمد ممكنك تشاركنا بعملك اللي سويته. أكيد، ونعرضه لك إن شاء الله على البرنامج. ألو، أوكي. طيب يا أحمد، بغيت أسألك أنا، شلون تتواصل مع أصدقائك أو أقاربك اللي مو بعندك في البيت؟ الهاتف. بالهاتف أيضا، في طريقة ثانية ممكن أنك تستخدمها؟ جوال. صح، بالاتصال أو بالمراسلة، صح ولا لا؟ أنا أشوف الاتصال أفضل لأنه صح، شخصي أكثر، صح ولا لا؟ أهم شيء ما تنسى لا أصدقائك ولا زملائك اللي معاك في المدرسة، وما تنسى أقاربك. عندك عيال عم، صح ولا لا؟ أوكي صح، ما تنساهم، لازم تكلمهم. طبعا دائما، وهذه أهم شيء أنك تكون على تواصل خاصة في الفترة هذه مع العائلة، أهم شيء. هذه الفترة تتقرب فيها أكثر من عائلتك وأصدقائك وربعك كلهم، صح ولا لا؟ جاسر صح. يلا يعطيك العافية. انظر أحمد. نعم. شو رأيك يا أحمد؟ انظر الآن، أصبح لدينا الحذاء، رأيت؟ نعم. حسناً يا أحمد، والآن انطلق إلى الكتاب الأصفر. أتوقع أنه يقدر يسويها. صحيح. يلا يا أحمد تعال معاي، خلنا نختار لك رقم. أعطني رقم من 1 ل 15. قول بسم الله. 2. رقم 2. أتوقع رقم 2. لا، ما بعد اختاروه. سؤال يا أحمد، وبعطيك السؤال الحين. جاهز ولا لا؟ أنا متأكد من أن أحمد جاهز. ما أسمع يا أحمد، جاهز ولا لا؟ جاهز. ما في حيوية، جاهز ولا لا؟ جاهز. أعلى. جاهز. أهلا جاهز. بس خلاص. طيب السؤال يقول، ما هو أذكى حيوان في العالم؟ أسد، الغرد. حدد. صحيح، الجواب صح، لكن حدد. أيوة، إيش قلت؟ الشمبانزي. والإجابة صحيحة، ونقول لك ألف ألف مبروك يا أحمد، وتستاهل يا أحمد، نشكرك على مشاركتك لنا. يلا نأخذ اتصال ثاني ونقول ألو. السلام عليكم. ألو.
وعليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ عبد العزيز. يا مرحبا عبد العزيز، كيف حالك؟ بخير. طيب؟ الحمد لله. عبد العزيز متبع الإرشادات وقاعد في البيت ولا طالع من البيت؟ قاعد في البيت. ما تطلع؟ لا. جميل جدا يا عبد العزيز، يعطيك العافية يا عبد العزيز. طيب خلنا نشوف لبيب وين وصل في اللعبة. الآن يا جاسر أنا أصنع أعين الحمار. أي لم أقل لكم بأنني أريد صنع حمارا. لا ما قلت لنا يا جاسر، أنا أحب الحمار جدا وأنت تعرف هذا، لذلك أنا صنعت هذا الحمار وسأقوم بصنعه الآن معكم. هل أنت جاهز يا صديقي؟ عبد العزيز. إيه؟ عبد العزيز جاهز لصنع هذا الحمار معي؟ إيه. ما هو حيوانك المفضل يا عبد العزيز؟ عبد العزيز هلا. ما هو حيوانك المفضل؟ الحصان. الحصان، اوكي، انا ساصنع الحمار وانت ساصنع الحصان. صحيح، اليس كذلك؟ قريبي. طيب عبد العزيز، عبد العزيز ايش رايك تختار لي رقم؟ يلا انا بروح. ويلا اعطني رقم خلينا نشوف وش هي مسابقتك. يلا قول بسم الله. بسم الله. اعطني رقم. 7. 7. خلنا نشوف رقم 7. 7. حلو. رقم 7 أصدقائي عندنا اكتشف الكلمة. جاهز ولا لا يا عبد العزيز؟ جاهز. يلا خلنا نشوف الكلمة اللي لازم يكتشفها عبد العزيز. يلا عندك كلمة مكونة من 5 حروف وحرف السين هو آخر حرف. يلا ألف. حرف الألف خلنا نشوف. لا حرف الألف مش موجود. لام. لام. حرف اللام. حرف اللام مش موجود. فاء. حرف الفاء. يا سلام، حرف الفاء موجود. كذا سهلت الكلمة أكثر يا عبد العزيز. راء. حرف الراء خلنا نشوف. حرف الراء موجود. يلا باقي حرفين. واو. حرف الواو واخر حرف هو يا. حرف الياء والكلمه هي عبد العزيز قولها. فيروس. واجابه صحيحه ونقول لك الف مبروك. مبروك يا عبد العزيز، اشكرك على مشاركتك لنا عبد العزيز، والله يحميك ويحمينا كلنا طبعا من هذا الفيروس. اذا يا جاسر وصلنا الى الاعين، قصصت الاعين. يا سلام. أوه. هكذا. والآن أريد أن ألون هذه العيون. حلو. يلا. طيب لبيب. نعم. شو رأيك على ما تخلص نطلع فاصل ونرجع؟ حسناً. يلا أصدقائي راح نطلع فاصل مرة ثانية ونرجع بإذن الله ونكمل مع لبيب. ورجعنا لكم أصدقائنا مرة ثانية، والحين أقول لكم أن الفيديوهات اللي وصلتنا على الواتساب وهي عبارة عن أفكار ألعاب من صنعهم، وهي أفكار ألعاب من صنع أصدقائنا طبعاً وبيعرضونها لنا حالياً على هذه الفيديوهات. خلنا نشوفها مع بعض لبيب. طبعاً طبعاً ما بعد خلصت اللعبة حالياً، ولكن قبل أن نذهب إلى الفيديوهات يا جاسر أريد أن أذكر فقط بالمرحلة التي وصلنا إليها. الآن قصصت خيط الصوف وسوف أدخله بهذه الطريقة من هنا للأرجل، من هنا في هذه الفتحة. وأخرجه من هذه الفتحة الثانية المقابلة. بهذه الطريقة أصبح لدينا خيط الأرجل. ونفس الطريقة على صحيح، ونفس الطريقة للأرجل الثانية الخلفية. والآن يا جاسر إلى الفيديوهات وخلونا نشوف وش مقدمين لنا أصدقائنا. السلام عليكم، سأقوم بعمل لعبة تعليمية للأطفال لتعليم كتابة الأحرف والأرقام. Thank you.
ومثل ما شفتوا أصدقائنا جميل جدا، هذه هي لعبة ملاك، يعطيها العافية ملاك على هذه اللعبة. وأتوقع ملاك معانا على الخط الحين. ألو ألو، السلام عليكم يا ملاك. وعليكم يا مرحبا. أهلا 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 بملاك. ملاك طيبة؟ أهلا بك. يا مرحبا ومسهلا، يعطيش العافية ملاك على هذه اللعبة الجميلة. بس حبيت أعرف كم عمرك؟ 13 سنة. العمر كله أي صف؟ سابع. صف السابع، الله يوفقك إن شاء الله. طيب يا ملاك، شون جاتش الفكرة هذه؟ أنا بعرف. شفت أخيك لا نسمعها بشكل واضح. ما نسمع، يقطع يا ملاك. شفت أخوي قاعد متملل. حلو، شافت أخوها قاعد متملل. ففكرت إنش تسوين اللعبة هذه صح؟ إيه، عشان يتسلى طبعا. وتبدو هذه اللعبة يا ملاك اخترتي لعبة تربوية جميلة. صحيح. جدا لعبة طبعا، بس بغيت اعرف شو الفايدة منها، الفايدة الرمزية او الفايدة الواضحة منها؟ يتعلم الحروف، حفظ الحروف، وايضا عادة الصوت. سلام، طريقة جدا جدا مبهرة ومبدعة صراحة في التعليم، أنا أول مرة أشوف الطريقة هذه. يعطيش العافية يا ملاك، ونقول لك فزتي معانا ب 500 ريال مقدمة لك من قناة الرياض، ونقول لك ألف ألف مبروك، تستاهلين. مبروك يا ملاك. ملاك، وبإذن الله راح يتواصلون معاش قناة الرياض. طيب يا لبيب. نعم. وين وصلت؟ جاسر، أنا الآن أدخلت الخيوط الخاصة بالأرجل، والآن أدخل الخيط بالرأس، وانظر يا جاسر ماذا فعلت. إذا لم نستطع إدخال الخيط بشكل بشكل في صعوبة في إذا كان إذا وجدنا صعوبة بإدخال الخيط في الفتحة، فكل ما علينا هو أن نضع بعض التلصيق على الخيط، نلف عليه. صح طبعا، وبعد ذلك ندخل هذا الخيط بالفتحة بالثقب. والآن أنا أصبح لدي حماري شبه جاهز. طيب بنرجع لك مرة ثانية يا لبيب، لكن الحين خلونا نشوف الفيديو الثاني. ألو الفيديو ليس فيه ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نراويكم لعبة وايد سهلة، وهي لعبة نديكم تسوها في البيت، مو لازم تجيبون اشياء من برا، لان الادوات موجوده في البيت. هذه الادوات اللي راح نستخدمها على بعض الملابس، وفنيل ودباسه ومقص ومسابك اوراق وصمغ وصحن بلاستيكي وفرشه والوان كلاري. طبعا نديكم تستخدمون اكثر من علاقه على عدد حسب الاشخاص. طبعا احنا راح نفك مشابك الورق، وبعدين راح نستخدم الفنيل ونحطه على علاقه الملابس، وبعدين ناخذ مشابك الورق بنحطه من خلف الامام على اساس انه يكون مضبوط حق اليد. تشوفون سوينا علاقتين، والحين راح نبدأ نصبر صحن من النص، بس تكون نقطة صغيرة، وبعدين نكمل بالمقص عشان يكون أحسن. والحين مثل ما تشوفون سوينا دائرة في الصحن، صحن ممل. راح نبدأ نلون الصحن بالألوان الكلاسيك. طبعا اخر شيء
طبعا بعد ما نشفت خلينا الدائرة على شكل اكس علشان تكون مساحة اكبر. خلينا واحدة من العلاقات وخلينا واحدة معوجة كده وخلينا واحدة مستقيمة كده وبعدين ندخلهم مع بعض. تشوفون المطبخ قاعد يتحرك علشان لا يتحرك سمرنا في الاطراف وعشان لا يتحرك ما في داعي حق الدباس. الصحن جاهز وهذه العلاقات مختلفين عن بعض فأنا أخلين هذه العلاقة كذا علشان اللاعب اللي يمسك هذه العلاقة يقط واللاعب اللي يمسك هذه العلاقة هو الذي يلتقط الصحن البلاستيك. خلينا نجرب. جميلة جدا هذه اللعبة أيضا جداً. يا جاسر كما رأيت الأصدقاء هم من يعطوني أيضا الأفكار كي أقوم بصنع مثلا مثل هذه الألعاب صحيح. لأبناء أخواتي وأخواني صحيح كلهم طبعا مبدعين نفسك يا لبيب. يا جاسر أرجوك هذا الكلام. طيب أهم شيء خلصت اللعبة ولا جاسر؟ حتى الآن لم أنهي ولكنني جهزت واحدة في المنزل. خلصت الآن مهمة يعني. وضعنا كل الخيوط. يا سلام. وعلينا إضافة الآن الأقلام، ولكن لماذا نحتاج في الأقلام أو هذه العيدان؟ هي فقط لصنع الأكس، يعني علينا تربيط الأقلام ببعضها مثل مثل هذا. تمام. علينا فقط أن نربطها بهذا الشكل ونربط الحبل فيها. صحيح. بس هيا يا جاسر هل لدينا اتصال مع عندنا صديق؟ اتصال مع أحمد اللي مسوينا الفيديو. أهلا ونقول له السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. يا مرحبا ومسهلا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أحمد كم عمرك يا أحمد؟ عمري 12. 12 سنة، أي صف؟ صف السادس. الله يوفقك إن شاء الله والعمر كله يا أحمد. يعطيك العافية على هذه اللعبة الجميلة اللي سويتها صراحة، فكرة فيها إبداع، فيها واضح أنك صراحة كنت متملل في البيت صح ولا لا؟ أي والله. وحاولت أنك تلاقي لك طريقة تسلي نفسك فيها وتفيد نفسك فيها ايضا، اللعبه هذه طبعا مفيده صح ولا لا؟ طبعا يا جاسر. يعطيك العافيه يا احمد، شو رايك في اللعبه يا لبيب؟ جاسر انها لعبه جميله جدا وانا اشكر محمد او احمد او احمد احمد, أحمد عفوا يا احمد، انا اشكرك جدا 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 على هذه الفكره لانها فكره مهمه جدا ومبدعه ايضا. وما رايك الان بهذا الحمار؟ شو رايك في اللعبه اللي سواها لبيب؟ والله حلوه جميله ليس كذلك؟ والله حلو كثير. تابعني يا جاي يا احمد يا احمد شوف شلون بيخلص. تابعني يا احمد وانتظر النتيجه النهائيه. ولكن يا احمد اريد ان اقول لك شيء. تفضل. اتعرف ما هو؟ لا. مبروك، الف 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 مبروك يا احمد، فزت معنا بجائزه مقدمه لك من قناه الريان وهي 500 ريال. يعطيك العافيه على مشاركتك لنا وان شاء الله بيتواصلون مع القناه. طبعا يا طيب. جاسر فيديو احمد وفيديو صديقتنا ما كان اسمه صديقتنا ملاك، نسيت ملاك، وفيديو ملاك ايضا تم اختيارهم من بين الكثير من الفيديوهات لكي يفوزوا، لان هذا يعني فيديو ملاك وفيديو احمد فيه الكثير من العمل وهذا واضح جدا من الفيديوهات التي ارسلوها. ولكن الفيديوهات المتبقيه معنا سنعرضها خلال الأسبوع أو الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله. طبعا أصدقائنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وفي نهاية الحلقة أبي أقول لكم خلكم نشيطين ومنتبهين على حالكم، وأصدقائي قوموا بتصوير اللعبة اللي ابتكرتموها مثل ما شفتوا أصدقائنا اللي قبل شوي بأنفسكم، وارسلوا فيديوهاتكم على رقم الواتساب اللي هو 5001222 5001222. ولا تنسوا أن تتابعوني أنا ولبيب على هاشتاج البرنامج طبعا وعلى صفحة قناة الريان الفضائية على الانستغرام واللي هي @الريان تي في. كل يوم اثنين مباشرة من منزلي وأنتم خلكم في جاسر البيت. وأنت أيضا أنا بعد بكون معك يا لبيب. حسنا يا جاسر، يعني أصدقائي كل يوم اثنين الساعة الرابعة عصرا بعد الظهر أو عند العصر سأقوم ببث فيديو على حسابات قناة الريان على الانستغرام يعني @الريان تي في، وكذلك على هاشتاج البرنامج هاشتاج
برنامج أندرسكور لبيب أندرسكور على الهواء، وسأقوم بتصنيع هذا العمل للأسبوع القادم. سأريكم كل المراحل التي أو المراحل الستبس صحيح المراحل المراحل لصنع هذا الحمار الجميل. اليوم لم نستطع أن ننهيه بسبب الوقت، ولكنني في المنزل سأنهيه وسأريكم كيف تصنعه. ونذكر يا لبيب على السريع، لا تنسون التواصل مع أصدقائكم وهذا موضوعنا لليوم، وأيضا ولا تنسون أن ترسلون لنا فيديوهاتكم أو ابتكاراتكم اللي أنتم سوينها في البيت. وبكذا نقول لكم مع السلامة ونشوفكم في الحلقة وأنا القادمة. سأتابع الآن، إلى اللقاء.